أسعد الله صباحكم مشاهدينا مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان اليوم عنوانها البطاقة الوطنية الموحدة. هذه الدائرة اللي تصدر البطاقات الوطنية يعني عليها الكثير من الكلام وعليها الكثير ربما من الملاحظات والانتقادات من قبل المواطن. اليوم احنا راح نتجول في عدة دوائر ونتحدث مع المواطن، نتحدث مع المسؤول عن إنجاز البطاقة الوطنية الموحدة. نشوف المواطنين إذا عندهم أي ملاحظات، أي انتقادات، أيضاً راح نستقبل آراء المواطن، وبنفس الوقت راح نتحدث مع مدير الدائرة وسير المعاملات، وبالإضافة إلى ذلك المعاملات الأخرى التي تنجز داخل هذه الدائرة، فكونوا معنا. الدائرة يعني في ساعات الصباح الأولى الحقيقة تشهد زخم واضح، عدد كبير من المراجعين، عدد كبير من العوائل يعني مع أطفالهم لإصدار البطاقات الوطنية الموحدة. لذلك راح نحاول نتعرف على سير هذه المعاملة وإنجازها. السلام عليكم. الله حياكم الله. شلون الصحة سيادة العقيد؟ الله يخليك. سيادة العقيد، أولا حضرتك مدير الدائرة، عرفنا بحضرتك. العقيد علي عبود خزعل، مدير دائرة أحوال الرصافة. احنا بداية حبينا نكون في هذه الدائرة حتى نطلع على مشاكل المواطن، ربما إذا عنده ملاحظات أو أي انتقادات نسمعها من المواطن بصورة مباشرة، ونبين الردود أيضا من قبلكم كجهة رسمية تدير هذه الدائرة. فبداية راح نكون مع المواطنين. حياكم الله، اهلا وسهلا بك والكادر اللي مرافقك، الشرف بحضرتكم. الدائره كلها امامكم والمواطنين قدامك، تحاول تسالهم وتستفسر منهم. نعم. واحنا حاضرين لاي استفسار. نعم، احنا ايضا نريد ناخذ من وقتك، نعرف انه انجاز المعاملات متعلق بوجود حضرتك، فلذلك راح ناخذ لقاءات ويا الناس ونتحدث معهم. حياكم ونرجع لحضرتك. اهلا وسهلا، شرفتوني. شكرا لك. حياك الله. إذا هذه هي مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، دائرة البطاقة الوطنية في الرصافة. راح ندخل إلى صالة الانتظار ونحاول أيضا نتحدث مع المواطنين. هذه غرفة الاستعلامات. السلام عليكم. شلون الصحة؟ حياك الله حبيبي أستاذ. أنا أسألك سؤال بس، إنه هذه الاستعلامات تستقبل المراجع. نعم. شنو نوع المعاملات؟ فقط البطاقة الوطنية، صحة الصدور، باقي الأمور؟ فقط المعاملات الإلكترونية. معاملات الإلكترونية اللي تخص إصدار البطاقة الوطنية. نعم. ويسجل عندك وينتظر بالصالة. اسم بالباب، استلامات الخارجية تجي الاستمارات يمي، أنا صاحب اسم المراجع وأحوله على محطة. إيش قد تتوقع يتأخر كل مبين هنا؟ كل مراجع إيش قد يتأخر تقريبا وقت؟ يعني حسب الزخم الموجود، بس الأيام زين يعني ما يتجاوز الساعتين، ساعتين ونص. تنجز المعاملة كاملة. يعني بين ما يوصل للسرة وبين ما تنجز معاملته. شكرا لك. حياك الله حبيبي استاذ. السلام عليكم. شلون الصحه حبيبي؟ الله يسلمك. ايش قصر لك منتظر هنا؟ ما صار لنا يعني ربع ساعه هيك. زين، الاجراءات شلون شفتها يعني من دخولك الى؟ لا الحمد لله وشكر، يدلونا الجماعه وسرى. المعامله سهله لو تحسها طويله معقده؟ لا الحمد لله وشكر، زينه ان شاء الله. زينه، شكرا لك. يعني غرفه ثانيه هنا هي المحطات اللي من خلالها يتم مراجعة المواطنين إلى الشبابيك. عدة شبابيك يعني من الواحد إلى 16 شباك. يمكن يعني عدد الشبابيك كبير لاستيعاب المراجعين. السلام عليكم. شلون الصحة؟ السؤال شنو معاملتك اليوم؟ ما عندي نقل نفوس. نقل نفوس؟ شلون شفت الإجراءات؟ زينة سهلة. يعني من شو وقت جيت الصبح؟ ما صار نص ساعه من جيت، ما عندي شيء. نقل نفوس منين الى وين؟ من العظميه، من شارع المغرب الكاظمي. اها، شيء سهل. لا تمشي المعامله بصوره صحيحه، ما عندنا شيء اليوم ان شاء الله. شكرا لك. لا تروح للوكيل راح حبيبي. شلون الصحة؟ يا أهلا. دورك شنو اليوم؟
والله على الاستعلامات نوجه المراجعين اللي يريد يروح للوكيل او للاستعلامات نحول على احد الشعب. اي وعندنا الاستعلامات هو مهتم بهذا الموضوع يعني يقسم واجبات الموظفين. الدخول يعني اول شيء عندك تقريبا او ثاني مرحله؟ لا انا ثاني مرحله. نعم. هناك راح يسجل اسمه يجي اوجهه يروح للاستعلامات او الوكيل. اذا انتم مراجعين توجههم عادي. تفضل. شنو عند الأخ هنا؟ بيانات ولادة؟ هنا الأخ بيانات ولادة، أبو السلامات راح يوجه على شعبه وبعدين يروح لأبو شعبة البيانات يشوف إن وارد بالبريد الرسمي لو لا. إيه تفضل. استعلامات وبعدين ترجع لأبو البيانات. يعني الأمور هي مرتبة بتسلسل يعني مسيطر عليه انه المراجع يدخل من الشباك واكو دائما موظف يوجه الى الشباك المقصود من خلال هذه يعني التوزيع هذا التوزيع وتقسيم الادوار من خلال هذا يتم انجاز المعاملات بسلاسه وبصوره اسرع. راح نشوف واحد. السلام عليكم. شلون الصحه؟ ايش عندك اليوم هنا؟ والله عندي مراجعه. يعني بطاقه وطنيه؟ لا لا عندي نقل نفوس. ايه هاي سحبتها من الانترنت؟ اي سحبتها من برا. لا من برا. زين شلون تشوف الاجراء؟ والله ماشي يعني زين الاجراء. ما في تاخير؟ لا ما في تاخير. نقل نفوس؟ اي نقل نفوس قبل. بس على مو الشهاده يرجعونه. على شنو؟ الشهاده مال ابوي ما جايبها. الشهاده الجنسيه ما جايبها راح يرجعونه. عادي لا ماشي الامور. يعني لازم تكون موجوده. اي لازم غلط من يمنا احنا. المواطنين هنا يعني نلاحظ انه حركة واسعة جدا. ساعات الصباح الاولى الموظفين ايضا متواجدين، الضباط، المنتسبين اللي يقومون بادوارهم. شنو المشكلة اللي عندك؟ المشكلة ذني محفوظ السلامة يوميا روح هاي تلف جنسيتي مالت المرأة يوم يبقى جيب المرأة ودي المرأة جيب المرأة هاي ما يصير راح يجيبني 4 مرات حجزة. زين انت حاجز بالاستمارات الالكترونية؟ نعم 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 نعم. واشرت اشرته وهاي بالك. زين هسه نسأل عن الموضوع. بس مين بسملك استاذ؟ انت شو اسمك؟ فاضل. بعد اذنك سؤال عندنا. عين استاذ. هنا المواطن عنده هذه المعاملة. هذا المواطن عنده حجز. نعم. الحجز مضبوط على اليوم. مضبوط على اليوم وعندنا قوائم تجي اليوم بيوم. ندقق الاسم. نعم. ضمن القوائم حتى نختم له ختم مات الحجز وتمشي المعاملة. عندي هاي التلف. التالف حجز. واللي الهوية النافذة حجز. نعم. واللي البدل والضائعة حجز. هو حاجز مضبوط هسه. حجزت كل شيء ماكو. حجزت هسه من جدة وجديد. استاذ الحجز مو احنا مو يمنا، الحجز المواطن يقدر يحجز الكترونيا يعني بالبيت من الموبايل يقدر يحجز خارج الدائرة، احنا دائرة ما لنا علاقة بالحجز. نعم. اي فالحجز كله برا. حجزت يم دولة، مرت الحجز. زين هو الحجز إلى كم يوم ويسقط الحجز؟ لا الحجز ما يسقط يعني احنا بالنسبة لنا جاي نمشي. هاي شوف هسه مالت البارحة جاي نمشي. نعم. يجينا مال أول البارحة هم جاي نمشي. نعم. هاي القوائم عندنا موجودة. نعم. اي فما يسقط يعني الحجز. خلينا نشوف حالتك. أبو من؟ أنا أبو حسين. هسه ذيك زوجتي محفوظة السلامة أسرع قدامك وشوف هذا ذيك. زين أنت خلص ما دام جاي العائلة يعني. نعم. شنو المشكلة بعد؟ هسه راح أشوفها قدامك أنت بيت زوجته وشوفها هسه راح تجي بنت الأخ. شوي اكو بعض الروتينيات هنا قاعد اشوفها يعني مو اكو روتين بالعمل. اي اكو روتيني ما يقول لك تمشي كذا. تعال تفضل وياي. ابو من قلت لي؟ ابو حسين. ابو حسين يقول اكو روتين بالدائره. اي اكو موجود روتين. ويقول اكو تاخير بالمعامله. اي اكو بالفعل. ما انكر هذا الشيء. ما الواحد ينكر يضمضم؟ لا والله ما ضمضم. احنا راح نشوف هذا الشباك. بس ثواني. السلام عليكم. شلون الصحة؟ خلي بس يدخل. السلام عليكم. شلون الصحة استاذنا؟ راجع اسبوعين؟ يعني اسبوعين امانة الله. شنو سبب اسبوعين اللي تفضل؟ هاي الثالثة. هو ذني التاريخ مال المنتين. هاي مالتي هاي أم محسين الاستمار يمك زينب بيكي وآية وآية إيش فيهن ذني؟ لا
عندي من كمالات من البنات. شو وقت جيت راجعت اليوم؟ راجع مو اليوم، البارحه وقبلها وقبلها. ليش البارحه وقبلها؟ امانه الله ويومي يقول لي تعال باكر. من هو؟ احنا انا اقول لك هنا واحد كان قاعد مو هذا ولد غيره. غير قال لك ليش رجعت؟ بتسمع عني رجاء. قول حجي. قال لي جيب زوجتك. جبت زوجتي. كنت بجايبها؟ لا كنت ما جايبها، حرام كذا قبل اكذب عليه. حجي لازم حضوره. اي حضوره موجودين هسه. هسه اليوم اليوم على هاي الكتله. ما تمشي عندي؟ هاي صادرة سنة 2012 من هسه نساعدك وتمر امور بسيطة. هذه شنو مشكلتها التالفة؟ هي التالفة هاي لازم حجز الكتروني. الها يعني حجز الكتروني، الحجي ما حاجز. ما مسوي حجز الحجي. الحجي ما حاجز هذني. حجزت لا موجود. موجود حجزت مرتين هاي. شكرا. الاستمارة وين؟ موعد الحجز مالتك وين؟ قال لي هسه مقبطه الاسبوع الجاي ان شاء الله. هسه نساعدك وتمر امور، ما يكون خاطرك الا طيب بسيطة. اعطيني الاستماير حجي هسه بس. ام حسين الاستماير. اعطيني الاستماير. ابو حسين احنا نريد هدوء شويه زين والامور تمشي يعني الكل ان شاء الله متعاونين. ما احكيت ولا احكي. لا احنا انت تحكي اللي تريده. انت المواطن هنا، انت مدير الدائره. مو مدير لا، هم اخرين يسالون علينا امر. رحم الله والديك. احنا مخوانو تدلل تامر امر، ما يكون خاطرك الا رحم الله والديك. بس الحج شويه اذا يعني يمكن قطعت الكهرباء عندكم داخل الدائره. هسه راح تشتغل مواليد. راح تشتغل مواليد. قضيه ابو حسين يعني راح يتولاها احد الضباط، عنده هويه ايضا تالفه، لذلك يعني حجز الكتروني يحتاج لجديد وراح تمشي ان شاء الله. تعال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابو حسين شويه اليوم شايل عليكم يقول اي والله شايل. ليش حجينا؟ ليش يقول لكم روتين بالشغل يعني افتكم يعني مو صالحكم. حجينا اول شيء اتشرف بحضرتك. احنا هسه عندنا الحجز الالكتروني، النفاذيه والفقدان هسه صارت حجز الكتروني. تعرف احنا نمشي بس واقعات اصدار لاول مره ما عندنا، تمام؟ هسه انت المفروض تروح تحجز على الانترنت وتجيني. اعطيني مجال خل اكمل لك حجينا. فانا راح اعطيك هسه استثناء من الحجز امشيك، بما انه انت تقول انا جاي مكان بعيد وياي عائلتي زين، انا راح اعطيك استثناء هسه من الحجز ويمشوك. حجينا باي على الشاشه. فلي ابو ياسين ميا على ضابط الشهاده وخليه يمشوه حول على المحطه. سياده العقيد احنا يعني يتحدث المواطن دائما ربما باللي يشوفه، واحنا نسمع للكل يعني نسمع للكل بالنهايه. انت اكيد ما راح تجيك معامله بها شيء نقص او غير قانوني وتمشي. صح مو يعني بالنهايه مسؤوليه على حضرتك. احنا عندنا بالعمل سياقات عمل ثابته، يعني عندنا تعليمات نشتغل على التعليمات اللي موجوده عندنا. تمام. فانا من يجيني المواطن ما جايب له شهاده او ما جايب جنسيه او ما جايب بطاقه سكن، اكو حالات نقدر نستثنيها، مثلا انه جايب له بطاقه سكن مصوره، اقدر اخابره بالمعلومات المركزي، اتاكد من البطاقه المصوره حتى لا ترجع، ما اتاكد من شخصيه المواطن على مود حتى لا ارجع، لانه تعرف انا عندي محافظات بعيده، عندي عماره، بصره، ناصريه، المحافظات الشماليه، فهذا يعني زحمه انه ارجعه للمحافظات البعيده، فش نسوي؟ نضطر نخابر على المعلومات المركزي، نقول يا بعدي هيك بطاقه، هذا رقمها، قل لي افراد الاسره، قل لي باسم من عايده هاي البطاقه، فنقدر نقدم له التسهيلات اللازمه. نعم. المشي. بس اكو حالات ما نقدر، يعني هو اذا هو جاني لا بطاقه لا شهاده لا جنسيه، جاي بطارق نفسه يقول لي تعال مشي طلع لي بطاقه مو واحده، زين انا شو ارشف؟ هاي تعرف نظام الكتروني، ارشف يروح للمعالجه، زين شو ارشف له انا بايش حاله؟ المواطن يتذمر من اي شغله تقول لي هي، تقول يا ابا مثلا روح جيب لي بيان موقف بالشهاده لان انت شهاده ما عندك، هاي مصور روح جيب لي بيان موقف، يتذمر يقول لك انا ما راح انا ارجع هناك اكمل معاملتي واطلع. زين هاي مسؤوليه على الموظف، تعرف مسؤوليه على المدير، مسؤوليه على الوكيل، فاحنا حسب الاجراءات اللي موجوده عندنا وحسب التعليمات نشتغل. السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي شلون الصحه حبيبي؟ استريح خليك بمكانك، بس اريد اشوف انتم تسلسل المعاملات، يعني التسلسل اللي يجيك هل ممكن انه يتقدم عليه شخص على السره؟ لا احنا عندنا احصائيه خاصه بالروتين اليوم والعمل اللي هو يحمل تاريخ اليوم، اسم المراجع، عدد الافراد، ورقم الحاله اللي هي تشمل الحاله اللي
الواقعات الحياتية، شنو اللي يتضمن المعاملة؟ هذه منين تاخذها؟ انا اريد اشوف التسلسل اللي يدخل به المواطن، يعني تجيك من الاستعلامات بحيث انه ما يصير تجاوز على سراه، لان احد المواطنين قال انه يتقدمون علينا ناس بالسراه بواسطات او شيء، فهذا نريد احنا نشوفه. بالعكس احنا بخدمه المواطن اكثر من نريد نرجع مواطن. فالمواطن اول ما يجي تعرف المعامله حلقه، اول حلقه من الاستعلامات يشوف شنو ايش عنده مستمسكات، اللي يحتاج المستمسكات مثلا النقص يقول له جيب فلان شيء وفلان شيء، وراها يتوجه الوكيل رئيس دائرة يختمها، وراها يتوجه الضابط شهادة جنسية أيضا يختمها، وبعدين يتوجه لأبو الاستعلامات، أبو الاستعلامات بدوره يحول على مدخلين البيانات، وراها تبدي إجراءات روتينية التدقيق الحسابات التصريح. نعم. طيب خلص شغلك حضرتك، شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم؟ أنا بدي أحكي وياك. شلون انت ازاي تسوي معاملتك؟ ما شنو اليوم ان شاء الله؟ ما شنو معاملتك؟ اصدار بطاقه وطنيه. اي طلب مال بطاقه، بطاقه وطنيه. بطاقه وطنيه. شلون شفت الاجراءات؟ يعني من الحمد لله اجراءات سهله، وناس يسهلون الامر المراجع وسريع، يعني انا ما اطول. انتوا كم نفر عائله؟ يعني 3 نفرات كملنا، ضليت بس انا، يعني خلال 5 دقائق كمل الشغل كله. والحضور موجودين عائله؟ الحمد لله ماكو، يعني اي معامله ما ياخرون، كلها سريع، اجراء سريع. انت بالنسبه لك يمكن مستمسكاتك كامله، حجزك الالكتروني جاهز؟ لا الحمد لله، لا انا كان عندي طلب ناقص مال البيان. اجراء الواقع بدون حجز الكتروني. تأشير واقع، ها مو اصدار بطاقه. هسه جدت التعليمات، اللي عنده الفقدان البلاغ مثلا، يعني عنده بلاغ ملك الشرطه وشي، هذا يحجز حجز الكتروني. اللي البطاقه مالته جنسيه مالته تالفه يحجز حجز الكتروني. هسه هاي التعليمات الجديده بالنسبه للواقع، اللي عنده تاشير واقع الزواج، واقع الطلاق، تاشير وفاه، زين بيان ولاده، هذا يعتبر واقع يجي بدون حجز الكتروني مباشره. اي مباشره تدقق المعامله بالاستعلامات والسلسله اللي قال عليها ملازم اول يمشي عليها، وان شاء الله اجراءات. احنا مرات العاملين الزخم، لانه تدري الواقعات بدون حجز، فمرات عالم تجي هواذي هواي. احنا بالنسبه ان عندنا احصائيه نمشي عليها. اللي هي شنو الاحصائيه؟ هذه مثلا هسه بالاستعلامات يحول لي، يحول لك اياها هذا رقم الاستعلام، رقم هاي استخدمت من الاستعلامات انا اول ما تجيني المعامله رقمها بالضبط. هذا 32 رقم المحطه مالتي، يعني محول علي، راح اسجله اني بالسرعه على هاي الاحصائيه اسجله. وهذا وقت الاستلام، ايش وقت جاني؟ حتى قام مثلا مرات يقول لك انا صار لي هواي. نعم. هو شو يسوي هواي؟ يعني احسبها من الباب هواي. نعم. بينما انا ايش وقت جاني؟ وقت دخوله وقت انجازه. يعني انا ما اقدر امشي قدامي. احنا دا تسجل انت، ايش قد معدل الوقت اللي تستغرق بانجاز معامله مثل معامله الاخ؟ اذا مثلا معامله خلينا نقول ما بها اي يعني خطا او شيء 10 دقائق. اي يعني هاي المعامله كلها هو عائلتي. كمل المعامله، يعني اخرناكم اسفين. راح نشوف ايضا اكو الحالات الخاصه وموضوع يعني اصحاب الاعاقات. السلام عليكم. شلونك حجيه؟ الا يا عيني. وين معاملتك؟ ايش عندك معامله اليوم؟ هاي عندك الغرام. خلينا نشوف سيادة العقيد قاعة الحالات الإنسانية، يعني نريد نطلع على قاعة الحالات الإنسانية. يلا بحدها ساعه وياهو. نعم. هاي الحالات يمكن احنا اكثر ناس لازم نقدم لهم الخدمه ونقدم لهم المساعده، يعني ضروري تعميها توجيهات السيد معالي وزير الداخليه والسيد مدير عام الجنسيه. طيب احنا ما نقدر نلقي فد اليه انه، ولا هو الحضور لازم؟ ها حضور المواطن واجب، هذا تصوير وبصمه اصابع عشرية. نعم. يعني عندكم معاملات تنجز مثلا في البيت ممكن؟ يعني جوازات انا شفت ممكن يطلعون انه ينجزون جوازات في البيت للحالات الخاصه، الحالات المرضيه. عندنا خدمه المحطه المحموله. نعم. موافقة السيد مدير بغداد تطلع محطة محمولة للمواطن اللي بيته، بس هاي الحالات الإنسانية اللي يتعذر حضوره للدائرة، يعني جرح العمليات العسكرية، جرح الحشد الشعبي، جرح القوات الأمنية، الراقدين بالمستشفيات، ذوي الإعاقة، دور الأيتام، موافقة خاصة من السيد مدير بغداد طلعوا المحطة محمولة وصاروهم في البيت. بس مثلا هيك حالة المواطن يجي نستقبله من الباب، راسا احنا عندنا نافذه خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه، بسرعه نصورهم وبسرعه تخلص معاملتهم وياخذوهم ذويهم ويطلعون.
حجيه شلونك؟ شلون الامور؟ ايش عندك معامله اليوم؟ والله معامله مال ابني. مال ايش؟ مال جناسي مال جهاله، هو معوق وانا جايب بداله. اي ومشولتي اياها؟ لا رحم الله والديهم، يعني احسن معامله واحسن شيء. نعم. يعني يودوا كبير يحترموه. نعم. يقعدوه يسوي له معاملته. نعم. يعني الناس الله، وهذا الضابط هذا هشام الله يرضى عليه. نعم. يعني هو سهل لنا امور. نعم. رحمه الله على والدي، يعني نعم. ولد يعني هي هذه، هي هذه يعني الله يرضى عليهم، جاه محمد ويحفظهم الله. نعم، هاي هي يعني الغيرة العراقية موجودة. ايه، والمدير بعد أحسن، بعد أحسن، بس قلت لابني معوق رأسا كتب لي، قال لي جابني بيده، جاب خطيه جابني لهنا بيده. نعم. اجي قام من بكانه وجا وياي، الله يرضى عليه. نعم، جاه محمد نبي السلام. شكرا لك خالة. يعني هاي الحالات الإنسانية فعلا، حالات إنسانية عندهم كل زين. المواطن يتشكر او دائما يذكر الايجابيات، وهذا يعني شيء يشاد به، انه هذه الدائره فيها معامله خاصه لكبار السن ول يعني ذوي الاحتياجات الخاصه. راح ندخل الى هذه الغرفه، هو ممنوع الدخول بس ما اعرف ممكن ندخل. السلام عليكم. ممكن استثناء انه ندخل بس نصور وياكم. السلام عليكم. سلام. شلون الصحة؟ موضوع أصحاب يعني أو الاحتياجات الخاصة والمعاقين، اشرح لي شنو الآلية اللي عندكم بحيث أنه تسهلون على المواطن إنجاز المعاملة؟ الحالات الإنسانية لها خصوصية. نعم. ولها موظف. نعم. اختصاص من يعني من يقدم معاملة إلى نافذة خاصة. نعم. يهتمون به، وإن شاء الله الولد هنا ما مقصرين. نعم. ماشي. يعني المعاملات عندكم يعني ايش قد عدد المعاملات اللي من هذا النوع، الاحتياجات الخاصه والمعاقين ويعني الجرحى وما شاكل ذلك، يعني باليوم تقريبي؟ والله هواي، يعني احكي لك هواي، يعني ما عددها ما تقريبا ما محسوم، بس يعني عددها هواي يعني تقريبا. اي بس هي اغلب يعني هي مو محطه واحد، اغلب المحطات قاعد تشتغل الحالات الانسانيه والجرحى وذوي الشهداء. زين، يعني لهم اكثر من نافذه لهم او محطه خاصه بهم. زين، شكرا لك. شكرا لك، ما اريد ان اخركم. شكرا لك. هذه هي النوافذ اللي من خلالها يتم استقبال المواطنين لذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن. كنا بداخل هذه المحطة. هاي عدد من الشبابيك لإنجاز معاملاتهم. راح نتحول هسه إلى قاعة استقبال المواطنين. ندخل من هنا. قاعة الانتظار، المواطن من يطلق في الاستعلامات. نعم. يجي ينتظر هنا. احنا دخلنا الصبح، يمكن كان العدد يعني ربما زاد العدد هسه. طبعاً الأعداد كبيرة. هذا الزخم يعني يمكن يأخر موضوع المعاملة للمواطن. الزخم يمكن تحدثنا انه هو بسبب موضوع جائحة كورونا، والفترة اللي مضت كانت الدوائر اغلبها مغلقة. اليوم اكو توجه كبير لاصدار البطاقة الوطنية الموحدة. حجي شلونك؟ شلون الصحة؟ هلا بيكم. شنو معاملتك؟ والله هو دا طلع موحدة لحضرتك؟ اي اني واذني والعائلة. زين، شنو الاجراءات؟ شلون شفت المعاملة؟ بدون مجاملة نريد نتحدث اليوم، اذا اكو ملاحظات حتى نتحدث بها ويا المسؤول. والله هو يعني هي ما اكون شيء بها بالعمل موجوده يعني. نعم. ما شيء لهذا، بس يعني دي يصير تاخير. نعم. يعني ساني قاعد لي هنا ساعه كامله انتظر اسمي دي يصيحوا المعامله توصل لي مكان، بعدين الى محطه اخرى. نعم. وكل محطه يعني ننتظر والاخ هنا يصيح الاسماء. فهذا بس هاي يعني هالتأخير هذا مو بس موضوع التأخير. تأخير اي تأخير. هذا هم راح نسأل به المسؤول. يعني بصراحة احنا دا نلاحظ موضوع انه العدد كبير، فيعني التأخير اظن مبرر انه لان اعداد كبيرة من المواطنين الموجودة. احنا جاي من الصبح ولا يعني. نعم. من الصبح جاي يعني احنا جايين من النجف لهنا. نعم. يعني هم صعبة واحد يجي ثاني يوم هنا، مو سهل عليه. نعم. هم عايف الدوام مالتي وهذا جاي. يعني المهم ان شاء الله ما عندك مشكله باجراء المعامله، موضوع التاخير فقط. بس تاخير. نعم. نعم. شكرا لك عمك. السلام عليكم. السلام. اكو تاخير حجي يقول انت؟ والله انا هسه جيت بس اهلوا المعامله، بارك الله بهم، جهود طيبه والحمد لله وشكر. اي والله. شو تقولين؟ يعني عادي، هو كل مكان وله يعني شغله، فاكيد يعني يتاخرون لانه هواي ناس فحقهم يعني عادي. احنا هم يعني احنا مراعين شعورهم يعني. بارك الله بهم. شكرا لكم. المواطن يقدر
بعض الشيء ربما انه موضوع الزخم اللي موجود، تاخير المعاملات، ايش ما يكون يعني هم عندهم امكانات يعني عدد من الموظفين يديرون الموضوع، فكل ما زاد العدد كل ما زاد العدد من المراجعين اكيد راح يصير بعض البطء في انجاز المعاملات. أكيد رافض الزخم اليوم، هذا السبب الزخم. إحنا يمكن عزينا لموضوع كورونا بالفترة السابقة وكانت مغلقة الدوائر، واليوم بدأت يعني تنفتح الأمور وبدأوا يرجعون المواطنين يروجون معاملاتهم. هذا الزخم شلون امتصه؟ يعني أنتوا اليوم هذه أعداد النوافذ اللي تنجز المعاملات، ممكن نزيدها حتى نخفف من الزخم لو خلص هو هذا حدنا؟ يعني النوافذ مخصصة من مديرية البطاقة الوطنية، لكل دائرة عدد محدد من النوافذ لعدد سجلات الدائرة، عدد سجلات الدائرة تقسم على عدد النوافذ. احنا نتيجة الزخم مو قلة النوافذ، لا نتيجة غلق الدائرة الفترة السابقة 6-8 شهور مواطنين تكدسوا، هذا سبب الزخم. احنا نتيجي ايام يعني نسيطر على الزخم، بس ها نتيجة الغلق صار زخم علينا، ولا هي عدد النوافذ كافية وتمتص الزخم. الزخم يعني ما يتحدد فقط بإصدار البطاقة الوطنية، عندك تأشير الزواج، تأشير الحالات الوفاة، مو طبعاً الواقعات الحياتية، تأشير زواج، تأشير طلاق، وفاة، بيان ولادة، بالإضافة إلى الموضوع التالف والمفقود. التالف والمفقود والمسروق كلها تعتبر من ضمن الواقعات الحياتية. طيب الولادات نريد نتحدث عنها، يعني بيان الولادة. نعم. من يدخل يجي بيان الولادة إلى أن يوصلكم، شنو الإجراءات؟ يدخل من الاستعلامات يسجل اسمه بيان الولادة، طبعاً بيان الولادة يلزم حضور الطفل ويا الأبو الأم يمشون ويا بيان الولادة. يعني إيش قد عمر الطفل لازم يكون؟ ما محدد، بس إحنا يستحسن إن الطفل شوي يعني شوي كبير، يعني هسه شفت نهاية الحالة اللي بقاع رقم 4، طفل عمره يمكن ما تجاوز يمكن يعني شهرين، وصعوبة إنه دا يصوره والطفل مغمض وما دا يصفن على الكاميرا، صرت الموظف نص ساعة وياه وما قدر يصور. زين احنا في الحالة نقول للمواطن انه شوية خليه يكبر، دعم الطفل يصفن يباوع، يعني ممكن سنة او بعد السنة عادي، ما عليه اي اشكال. حتى اذا عمره 4 سنوات ما عليه اي اشكال. قد يحتاج المواطن للمستمسك الرسمي، هاي في حالة انه هو محتاجه ضروري يجي باي وقت، ان احنا نروج له اياه باي وقت يجي ونصرف له بطاقة. بطاقة وطنية مباشرة. بطاقة وطنية مباشرة إلى وللأب وللأم. شكرا لك، احنا راح نستمر وقد نسأل بعض الأسئلة على يعني المعاملات البقية. شكرا لك. تحدث السيد العقيد قبل دقائق على موضوع الأطفال وبيان الولادة، يعني هنا عندنا عائلة الله رزقهم بطفل حلو ما شاء الله، ربي يحفظكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بيان الولادة اليوم ده تصدروا له بطاقة وطنية. نعم. إيش قد عمر الطفل؟ شهرين ونص. نعم. تحدث سيادة العقيد الضابط قبل قليل إنه يعني ليش مستعجلين وجايبين الطفل من وقت، ممكن يكبر شوية. والله إجراءات يعني لازم نكملها، يعني مثلاً أريد أطلع له جواز سفر. نعم. محتاجين. لازم الأوراق الثبوتية موجودة. نعم. فهاي الشيء لازم نطلعه. لازم تنجزوا لي، يعني أنتوا عندكم معاملات خاصة بالبطاقة. شلون شفت التعامل يعني حالياً؟ والله إحنا حالياً هسه تقريبا بالبداية، يعني الحمد لله. ولو زخم اكو بس الحمد لله جماعه. مو يعني المشكله انه طفل صغير بالعمر ومكان مغلق مثل هذا اي مزدحم. يا شو اسوي، ما عندنا غير حل. يعني ايش تتمنى انه تكون معامله اسرع بالنسبه لموضوع الولادات خصوصا بهذه الحاله؟ اتمنى مثلا يعني يصير يعني على حروف حتى لا يصير زخم. مثلا على حرف الف باء بالتسلسل يصير يعني الامور احسن من هيك. ايش سميت هذا الطفل؟ فهد. فهد بعيد معناته حرف الفاء. راح يكون بعيد، فخليك على هذا التسلسل احسن من ان شاء الله. ما عندنا مشكله، راح يصير بعيد حتى لو، بس المهم انه نظام يصير هو يصير هو سيء. هسه هم راح نسال السيد العقيد على هذا الموضوع. سياده العقيد، بالعكس الشيء منظم حتى لو يكون بعيد مو مشكله عادي. سياده العقيد هنا يعني اقترحوا مقترح حلو، انه ليش ما يكون على التسلسل الابجدي للحروف حتى تنظيم المعامله حتى يكون اسرع بانجازها. الزخم بيصير عندكم مواطن يجون يعني الغالبيه بحرف الالف، شلون مواطن قليلين بحرف الحاء، مواطن قليل بحرف اخير شلون، وانما التوزيع حسب اسبقيه الوصول. مواطن يقول لك انا جاي بالسبعة الصبح، جاي بثمانية، ومواطن يجاني بالعشرة يمشي قبلي. حجز الكتروني مثلا الالف اذا هو عندكم مثلا يومين اعطيه،
لا يومي. هو 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 يطلب حجز الكتروني موضوع البيان الولاده؟ لا بيان الولاده بدون مباشر. حجز مباشر للابو والام والبيان. اذا يعني هو تواجدكم بالدائره هو حسب الاسبقيه. توزيعك ووصولك كل الموظف موظف ادخال البيانات حسب اسبقيه الوصول، يعني انت جاينا من الصبح. ما يصير يعني مواطن جاي وراك بساعتين يصير قبلك. لانه حرف الف. حقه على وصوله. نعم. حتى لا يصير زخم عليه على مدرحة المواطن انه ياخذ حقه حسب وصوله. نعم. يعني مواطن يقول لك انا جاي من الصبح، مواطن جاي وراي. نعم. انا متحرف قبلي يمشي. يعني هي احنا حالتين يعني يمكن نحاول انه تنجز بسرعه موضوع الاطفال بهذا العمر. أيه. وموضوع الكبار السن يعني هاي شويه يحتاج كبار السن واجبه. نعم. انه نمشيهم بلا بدون بلا تسلسل وبدون بدون اي تسلسل وراسا نمشي لهم عامل لان بيها توجيه معالي السيد وزير الداخليه ومعالي السيد الوكيل ومعالي السيد مدير الجنسيه العام وتوجيهات السيد مدير بغداد انه ذولا لهم معامله خاصه كبار السن وعوائل الشهداء والحالات الانسانيه هاي معامله خاصه انه نروجهم معاملتهم باليسر وبالسهوله الممكنه بس كبيان ولاده هاي مو حاله خاصه هي حاله عامه. نعم. يعني اذا كل بيان ولاده ويا طفل امشي بلا سره يعني الرابي هم اصلا عددهم كبير ممكن هو عددهم كبير وهيك اعمار يعني الطفل ما يحتاج البطاقه يعني بهيك ظروف يعني حسب مو هي يقول لك انا يعني حسب احتياج المواطن عندي سفر يجوز عنده حسب احتياج المواطن يعني هسه انا مواطن يقول له هو ما محتاجها مثلا ياخذها يذبها بالكنتور انطي المجال لغيرك انطي المجال للحاله اللي مستعجله يعني مثل اكو هو يقول لك انا اريد اسوي لي واخلص منها بس اكو هسه هم انا ممكن يقول لك انا جوز هسه متفرغ ما عندي شغل وهذا سبب من زخم وسبب من هذا والمواطن هو نفسه يتاذى الطفل يتاذى عفوا من شيات الاقدان جاي يعني ما مستعجل عليه بس عندي جواز لازم اطلع عندي سفره مثلا هيك ولا انت هذا الزخم ولازم على سراك يعني راح لا خياريت يعني قدموا للوزاره مثلا احنا ثلاث نفرات عندي بعد طفله واحده عمرها 5 سنين ونص ايه لو ويا المعامله مثلا استثناء على العمر مثلا 5 سنين وجوه شبيها بطاقتها عندها هويه بس أيه. يعني قلت يعني جاي ليش تبقى وحدها مرتي الاخرى حراجعها راح يصير عندكم تعليمات الحاليه انه بس الواقعات الحياتيه نتيجه جائحه كورونا. نعم. دوام الدائره ما مكتمل. نعم. نتيجه صحيح. الجائحه إيه انه مش بس الواقعات الحياتيه الواقعات الحياتيه اللي هي بيان الولاده الفقدان التالي في الهويه مسروقه زواج طلاق يعني المواطن يقول لك انا مطلقه انا اذا اشر طلاقه عندي معامله من الرعايه الاجتماعيه شلون هاي اللي حاله وفاه عندهم قسامه شرعي بس المواطن اللي عنده هويته يعني ما يحتاجه هو مو متوازع عليه ولا هويه تمشي بكل دوائر الدوله يعني مو تقول هويه انه عاد صار بها توجيه ان الهويه ما تمشي يعني اكو لا. شيء مثلا دوائر الهويه القديمه يقول لا لا ماكو اي ماكو اي توجيه بهذا الشيء والهويه القديمه تمشي ونافذه بس اذا الهويه بها اشكال قانوني خطا بالاسماء الصوره ما تشبه شكل المواطن الهوية قديمة الهوية ما ضع عليها أكثر من 15 سنة حسب التوجيهات الأخيرة إحنا نستبدل اللي هي شكرا لكم يعني هذا يعني الحوار البناء بين المسؤول بالدائرة وبين المواطن حلو أنه يكون أكو حوار بالنهاية يصل إلى نتيجة المواطن فهم وضعه وفهم دوره وفهم ما مطلوب من عنده وبنفس الوقت المسؤول بالدائرة أيضا أخذ معلومات عن ردود أفعال المواطنين وربما مقترحاتهم في مثل هذه الحالات رح نتوجه إلى سيد المدير مدير الدائرة لنشوف بعد مرحلة استلام البطاقة الوطنية الأخيرة المرحلة الأخيرة مرحلة تسليم البطاقات الوطنية هذه هي آخر مرحلة المواطن يستلم من خلالها البطاقة الوطنية المنجزة بعد ما ينجز معاملته للمراحل اللي مرينا بها هذه المراحل سيادة العقيد المراحل اللي مرت شقد بعدها تنطون موعد حتى يجي المواطن يستلم بطاقة احنا صراحة انه مكملنا تصوير وكمل تدقيق وتصريح ينطي موعد الحاسبة تعطي موعد يقول له التاريخ خلقه تراجع يعني خلينا نقول فد اسبوع وتراجع الدائرة تستلم البطاقة الوطنية مالتك يجي المواطن على الموعد اللي موجود عنده بالوصل يجي يستلم البطاقة بكل سلاسة مثل ما تشوف حضرتك انه المواطن على الشباك على استلام البطاقة بناء على الوصل اللي شاله والمستمسكات القديمة تثقب وتعطي البطاقة الموحدة يعني هذه يمكن آخر مرحلة هاي آخر مرحلة يستلم بها المواطن بطاقته ويتوكل سيادة العقيد موضوع هاي البطاقات
يمكن اكو شحه بعددها حاليا بموضوع الطباعه؟ والله هو اكو بطايق موجوده حاليا ودي يتم طبعها، ومثل ما تشوف هاي الاعداد اللي تجينا، يعني انا قبل يمكن يومين مستلم 750 بطاقه وراها انطوني 400 بطاقه. يعني ما عندنا بموضوع الطبع اي تاخير او اي شحه. اعتقد انه اكو عقد موجود مبرم ثاني انه باستلام بطايق جديده بسبب الوقت الحاضر، عرفت عن السنه الجديده، فالبطايق جار الطبع مالته. نعم اي احنا نريد نشكرك، حياكم الله شرفتوني. واحنا راح نطلع من هذه الدائره الرصافه، راح ننتقل الى دائره اخرى حتى نشوف الاجراءات ايضا في دوائر البطاقه الوطنيه وملاحظات المواطنين، فراح نتحول الى دائره اخرى. حياكم الله. مستمرين في بلا عنوان اليوم والبطاقة الوطنية، انتقلنا من دائرة الرصافة إلى دائرة الأعظمية لإصدار البطاقة الوطنية حتى نشوف ونطلع أكثر على يعني الزخم الموجود ضمن المناطق المتعددة في بغداد، وأيضا نطلع على ملاحظات المواطن والإجراءات اللي يتم في هذه الدائرة، دائرة الأعظمية لإصدار البطاقة الوطنية. يعني المراجعين احتياج نلاحظ زخم مستمر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شنو مراجعتك؟ رئيس مهندسين محمد عبد الستار. اهلا وسهلا. من وزاره الاعمار، عندي صوره قيد. نعم. الاختي الكبيره دا اطلعها مفصوله عن اهلي، فدا اسوي معامله، دا اسوي بها قسام شرعي. نعم. وهسه لحد الان دا اروح اجي، يعني اروح للمحكمه وارجع. طيب. بسبب الطلبات، المشكله وين؟ نعم. المشكله بالعرقله مال الازدحام. نعم. يعني هسه احنا هاي الغرفه تشوفها. نعم. بحس هي ما في علاج للمبيد مال الكورونا، بس هالشكل بس ازعاج. الطبه جوا الزحام، الناس الموجودين بكثره، المعاملات من تنتظر الانتظار مو فد مشكله، انا اذا فرغ نفسي مثل ما الدائره دا اقعد، بس الاجراءات والخطوات كلش هوايه، هي هاي المشكله. ونفس الشيء بالمحكمه حتى من الراجع، المشكله ان الغرف صغار والناس هوايه. يعني انت برايك شنو سبب هذا الانتظار؟ يمكن هو زخم المواطنين. هو زخم بس يعني زخم اجند بعد موظفين، اجند بعد بدلاء اكثر بحيث اقلل الزخم. انا يوميا عايش في الدائره، يوميا اريد تجيني عقوبه وتجيني تاخير من وراء المعاملات. نعم. وماكو احد غير يكملها، اذا سويها محامي يرد ملايين، اذا انا اسويها تكلف اقل. فهي المشكله من الراجع يقضي اليوم كله مراجعات. نعم. يعني ذاك اليوم انا على الدائره الورقيه، لا على هاي، لا على هاي، حسم. حسم اعرف انه هذا المراجع. انت عندك الجنسيه القديمه. انا لا كلها بطاقه موحده. هي. بس شنو الاجراءات اللي اسويها؟ كلش تعبت. نعم. يعني حتى الكراوي والطريق والهذي ماكو داعي. احنا بما يتعلق بموضوع البطاقه الوطنيه ترى بس مو مراجعه، مو هنا باي مكان تفوت. نعم. هسه احنا شركه مقاولات، يفوت المقاول دايخ ما يعرف وين يروح. نعم. ماكو فد لسته وثابته. نعم. هو موجود كل موظفين استعلامات المفروض يشتغلون اكيد، بس هم يرادونهم بعد كادر. نعم. هذا الموضوع راح نطرحه. راح نطرحه على القاعه تكبر مدير الدائره اللي موجود. يعني هاي القاعه بيها كورونا المزدحمه، ما تقدر تقعد بيها دقيقتين ويا الوباء، تضطر تنتظر برا، تخاف على نفسك، وتدري اطفال ونساء ورجال قاعدين بيها. فاكو وسائل، غير شوي، افتح، اوسع البنايه، اوسع الموظفين، اكثرهم، هاي لا اكثر ولا اقل. بس هم كشغل فله، كشغلهم تجاوبهم تعاملهم طيب. نعم. بس المشكله بالتاخير راح نشوف هاي الملاحظه. طبعا احنا في ترى لصالح الكل. نعم. لان ادري هسه مو من مضايقين، كل حشك وغرفه مضايقه. نعم. احنا في دائره الاعظميه لاصدار البطاقه الوطنيه، راح ندخل من الباب الرئيسيه الاستعلامات حتى نشوف اجراءات المتخذه والتعامل مع المواطن. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحه؟ اهلا استاذ. شلونكم؟ اهلا استاذ. شنو المرحله الاولى اللي يدخل المراجع عندكم؟ المرحله الاولى عندنا اول معامله على طريق الحجز الالكتروني استاذ. نعم. فنشيك الحجز الالكتروني ونكتب له الرقم وتاريخ الحجز ونوقعها، فيدخل على الضابط الشهاده. نعم. اما الامر الاخر بالنسبه للواقعات، بيان ولاده، تاشير زواج، تأشير وفاة، تأشير طلاق، فهذه الأمور بدون حجز. نعم. مباشرة. طيب احنا المرحلة الثالثة. نعم. الحالات الإنسانية. نعم. توجيه السيد مدير أحوال بغداد الرصافة، السيد مدير عام. نعم. السيد مدير أحوال الأعظمية. نعم. فالحالات الإنسانية نحولها على السيد المدير. نعم. ويشوف الإجراءات ويطل موافقة الاستثناء نختمها ويتوكل بالله. تمام. أهلا وسهلا. السيد المدير. نعم. عرفنا على حضرتك. قدم محمد عبد العزيز مدير البطاقه الوطنيه بالاعظميه. نعم. خلينا بس ناخذ هذا الجانب حتى المواطن. رائد بشار.
تفضل. سياده المقدم، احنا اليوم في دائره العظاميه لاصدار البطاقه الوطنيه، راح ناخذ جوله نشوف المواطنين ونتحدث معهم ونشوف اذا عندهم ملاحظات، ايضا انت راح ترد لنا عليها. اهلا وسهلا بكم. راح ندخل الى القاعات ونشوف المواطنين. شكرا. سياده المقدم، اول ملاحظه من اول مواطن احنا لقيناها هي موضوع التاخير، ليتحدث عن موضوع التاخير بانجاز المعاملات والبطء، يعني انه قاعد ياخذ وقت. والله هو هذا النظام، احنا تعرف نظام الكتروني يعني، والزخم مال المراجعين يعني، تعرف التعدد المراجعين ونسبه الدوام. احنا كان الدوام يعني 50%، هسه قدمنا طلب انه صار الدوام 75% الموظفين يعني، ويعني العدد المراجعين اللي دا يجي للدائره ما يتلائم ويا عدد الموظفين يعني. قدمنا طلب انه يكون الدوام 100%، بس بسبب جائحه كورونا هذا الوباء يعني ما يقدرون، يعني التعليمات اللي من خليه الازمه انه يصير الدوام 100%، ويعني خلال صار يومين من اجت التعليمات مال الحجز الالكتروني مال البطاقه الوطنيه. ديش الفتره كانت يعني الفتره السابقه كان المراجعين اكثر لان ماكو حجز الكتروني. هسه تقريبا المراجعين افضل من الايام السابقه، لان قمنا نعتمد الحجز الالكتروني. وفقط الواقعات بدون حجز يعني، يعني هو هذا يعني عدد المراجعين اللي يجون للبطاقه الوطنيه مال العظميه يتلائم ويا عدد الموظفين. بس بصوره عامه يعني مسيطرين على الوضع وما عندنا يعني مشاكل. المواطن جاي يجي تنجز معاملته بنفس اليوم ويغادر الدائره. هو يمكن حتى موضوع التاخير اللي صار، احنا يعني تحدثنا به سابقا انه موضوع وباء كورونا والفتره اللي اغلقت فيها الدوائر. نعم. فاليوم ده نلاحظ انه صار زخم، بحيث انه كل الناس توجهوا في وقت واحد بعد ما انفتحت هاي الدوائر، فهو هذا يمكن ايضا سبب من الاسباب. هذه هي صاله انتظار المواطنين مع دخولنا لدائره العظميه للبطاقه الوطنيه. المراجعين يعني موجودين، العدد ربما يعني كبير، يعتبر هذا العدد هذا بالنسبة للأيام السابقة عدد يعني مسيطرين عليه، العدد زين يعني. من صار الحجز الإلكتروني يعني، من قمنا بإجراءات الحجز الإلكتروني يعني، كانت القاعة تقبط وقد القاعة مرتين انه مراجعين بالدارة بالوقت. الحجز الإلكتروني يعني شلون ينظم الموضوع خلال شقد المعاملة مالته تبتعد يعني؟ الموعد يعني 3 أيام 4 أيام يطلع على الحجز يعني. تعرف التعليمات بالعمليات هناك، الحجز يعني هو الحجز مو يهمنا بالمركز، الحجز يعني يطول 3 أيام 4 أيام ويطلع الحجز، ويجي المواطن بيوم اللي يطلع الحجز مالته يجي يراجع الدائرة يلقي الرقم مالته، رقم الحجز موجود عندنا، فنباشر بإجراء معاملته. بس احنا المعاملات المشمولة بالحجز مو كل المعاملات يعني، فقط الهوية التالف مشمول بالحجز. نعم. والهوية الضايع والبطاقة الضايعة والبطاقة التالفة. طيب احنا خلينا نشوف نلتقي بالمواطنين، راح نتحدث معاهم حتى نشوف اذا عندهم اي ملاحظات يعني. نشوف الحج هنا. السلام عليكم، شلونك عمو؟ الحمد لله. شنو معاملتك؟ والله جاي بالحج. اي انت معاملتك يوم وشهر. نعم، إضافة يوم وشهر. اي وشون شفت الإجراءات هسه من لا دخلت؟ كل زين الانتظار لا زين همينة يعني، تقريبا بيومين تخلص المعاملة. نعم. نستمر أيضا نشوف إذا أخو الناس عندها رأي أو مقترح. السلام عليكم، شلون الصحة؟ أهلا مرحبا. شو معاملتك أستاذ؟ عندي تأشير وفاة يعني. تأشير وفاة. مستشفى النعمان. ايش وقت جيت للدائره؟ البارحه واليوم. شنو الاجراء اللي دا يصير يعني؟ اكو تاخير؟ اكو تعطيل؟ لا لا ان شاء الله ماكو شيء يعني، المعامله دا تمشي بسلاسه وماكو، دا يعملون المعامله بلطف وبالسرعه دا تمشي. نعم. ايش عجب عمو اليوم والبارحه جيت؟ شهادة الوفاة ما واصله في البريد؟ شهادة الوفاة ما واصله، وجبت المستمسكات مالته. شهادة الوفاة كانت ما واصله بالبريد، عندنا تعليمات انه شهادة الوفاة لازم توصل بالبريد.
تبسيط الإجراءات للمواطنين، نطلب أنه ما نعتمد على الشهادة اللي واصلة بالبريد، نعتمد على التعهد اللي قدمناه المواطن بدون ما توصل بالبريد. تعرف إحنا اللي ما واصلة بالبريد لازم إحنا نطلب له على هاي النسخة الثانية صورة قيد وفاة من الصحة، ثاني يوم يجيب لنا صورة القيد الوفاة باليد وتمشي المعاملة بنفس الوقت. يعني هو المواطن يمكن إذا جهز أوراقه كاملة وإذا واصلة معاملته كاملة بمستمسكاته لا، بس بهاي الحالة مو التعليمات سابقا انه شهادة الولادة، شهادة الوفاة، عقد الزواج، الطلاق، هذني لازم بالبريد كانن، يعني الا يوصلا بالبريد وتعرف هذا يطول 3 اشهر 4 اشهر هسه على تعهد المواطن، بس نطلب من عده يروح يجيب لنا نسخة باليد ويجي. نعم يعني نلاحظ هنا صالة الجلوس انه يقعد المواطن ياخذ وقته يعني يرتاح، اكو يعني مكانات للجلوس مرتبة لحد ما يتم الوصول إلى معاملته حسب تسلسل الأسبقية بالدخول إلى الدائرة والحجز الإلكتروني بالنسبة للمعاملات اللي تتطلب حجز إلكتروني. هذه هي المحطات هنا اللي يعني هاي محطات أكو يعني كل موظف واختصاصه، يعني اكو قسم اختصاصه بصور قيد الكترونيه، اكو موظفين مدخلين بيانات، مخصص يعني شعب خاصه للأطفال، الأطفال الصغار بيانات الولادة، هذا على مود المواطن يعني ما يتأخر الطفل، مشي بسرعة. وعندي شعبتين خاصات بالحالات الإنسانية يعني الكبار السن، عوائل الشهداء، الجرحى، أمينة، عندي محطة خاصة، محطتين، اثنين محطات، اثنين كنا على مدار الوقت الماضي في موضوع البطاقة الوطنية، انتقلنا من الرصافة إلى دائرة الرصافة إلى الأعظمية، واطلعنا على إجراءات هذه المعاملات في إصدار البطاقة الوطنية، استمعنا إلى ملاحظات المواطنين أيضا وإلى شكاواهم وبعض الانتقادات التي وجهت أيضا في هذه الحلقة. كانت يعني الجهات التي تعمل في هذه الدائرة من مدير الدوائر إلى الموظفين إلى الضباط، لاحظنا التعاون موجود أيضا مع المواطن، تسهيل الأمور والحالات الإنسانية الخاصة أيضا. لذلك كانت هذه حلقتنا من بلا عنوان، عنوانها البطاقة الوطنية. نتمنى أن تكون نالت إعجابكم، وانتظرونا في حلقة قادمة من بلا عنوان.